الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون. أيها الإخوة، الكلمة الآن باسم جهة الصلح المحلية، ندعو الحاج درويش كنعني العناء، ونسأل الله تعالى أن إخواننا بيت أبو حاتم لما حباهم الله من خير ومن فضل يحتسبون أمرهم عند الله سبحانه وتعالى، ويختزلون ابنهم عند الله حتى يكون لهم شفيعا يوم القيامة. عهد يلتقي فيه الإخوة والأقارب كما كانوا وتعودوا، وتعود المياه إلى مجاريها، وتلتقي العائلات على مبدأ الاحترام المتبادل. نحن بدورنا نشكر العائلة التي كلفتنا لإصلاح ذات البين، وشكرنا الأكبر للعائلة الثكلة التي استجابت لشروط الصلح والتزمت بكل جرأة وشهامة وإباء، كما أشكر رجالات الصلح من عرابي ومن القرى والمدن المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على استمرار مكارمها، عرابة هي التي قدمت مكرمة البطولة في يوم الأرض. عرابة هي التي قدمت مكرمة الوفاء للمسجد الأقصى في هبة القدس والأقصى. وعرابة اليوم تقدم مكرمة التغافر وإصلاح ذات البين وإفشاء السلام والأمن والأمان. هذه السطور ستبقى سطورا مضيئة في تاريخ عرابة. مرورا بالمدن الساحلية، يجب أن نحيا بيتا واحدا لا يضيع فيه حق لأحد، بل ننتصر كلنا لحقنا بإذن الله رب العالمين. عرابة ولأعضائها هنيئا لمشايخها، هنيئا لكل أهلنا في عرابة. سنبقى نؤكد أننا وأنتم جسد واحد بإذن الله. وأؤكد مرة أخرى ما قلته في كفر مندى قبل ساعات، يا أهلنا جميعا، وأخص بالذكر القيادات الدينية المسلمة والقيادات الدينية المسيحية والقيادات الدينية المعروفية، تعالوا بنا سويا لنعمل على بناء روح التغافر والتسامح في مجتمعنا. تعالوا بنا لنئد ونطفئ نار أي فتنة، سواء كانت فتنة طائفية عمياء أو فتنة عنف أسود أو فتنة شر مستطير. تعالوا بنا بصوت واحد نملأ حياتنا بالأمن والآمان، مسيرة لنا، مسيرة لأولادنا، مسيرة لأولاد أولادنا إن شاء الله، حتى نلقى الله تعالى. بوركتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.